بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى شرعا وقدرا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان سببا لا بديل عنه لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وسعت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يكتبها باقية دائمة أبدية لمن آمن به وبكتبه وبرسله. وجعل الله سبحانه وتعالى أصل التقوى اتقاء الشرك، فلا يقبل من عبد عملا إذا أشرك بالله عز وجل. ومن الشرك أن يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قدره خيره وشره. فمن كفر بشيء من ذلك حتى لو أقر بوجود الله سبحانه وتعالى أو أقر ببعض الرسل أو أقر ببعض الكتب لم يكن مؤمنا. فهذه المسألة من أعظم المسائل التي يجب على كل مكلف أن يعلمها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكفر والشرك قرينان، إذا كفر فقد أشرك، لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى الذي أمره بالكفر. عبد الشيطان وعبر السادة والكبراء وعبد المتبوعين الذين يتبعون على غير بصيرة من الله، عبد الطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله ويتبع على غير بصيرة من الله. فوجب على كل مكلف أن يحقق الإيمان والتوحيد، والإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى كلها، والإيمان برسله كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يتصور وجود تقوى ولا إيمان بغير تحقيق ذلك، فلا ينال أحد
فلا ينال أحد رحمة الله سبحانه وتعالى لا ينال أحدا رحمة الله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا. قال الله سبحانه وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه قضية مقررة في التوراة والإنجيل بينها الله سبحانه وتعالى فيما كلم به موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما قام يتضرع إليه ويدعوه ويسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لقومه وأن يؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة ويخبر بتوبتهم وأنهم هادوا ورجعوا إلى الله. فبين سبحانه وتعالى هذه المسألة العظيمة، قال عذابي أصيب به من أشاء، وبين سبحانه وتعالى في المواضع الأخرى أنه يعذب المشركين عذابا أبديا. قال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: ويحك، لقد تحجرت واسعا، جعلتها ضيقة وهي واسعة. وآثار الرحمة ظاهرة، آثار الرحمة في الخلق بينة لكل من تأمل. تأمل ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق وفي قلوب في قلبي الأب والأم خاصة للوليد الصغير من كل الكائنات، تجد رحمة عجيبة تقذف في القلب لم تكن موجودة قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة ظاهرة يراها كل من تأمل ما حوله في الكون، من تأمل كيف قدر الله سبحانه وتعالى أسباب رحمته بالأمطار والأنهار والزروع والثمار وأنواع تهيئة شؤون الحياة كلها على هذه الأرض والأرزاق التي تنزل من السماء والرحمات المتتابعة التي بدونها لا يمكن أن يحيا الإنسان. يولد الإنسان عاجزا ضعيفا فقيرا لا يملك شيئا، لو ترك لهلك، لكن الله عز وجل يقذف الرحمة في قلب أمه وأبيه حتى يرعوه ويتحملوا أذاه ويرعوا شأنه حتى يقف على قدميه وحتى يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بما أعطاه الله أيضا من أسباب. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، تأمل هذا المشهد أيضا لتعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى رحم خلقه جميعا وسعتهم رحمته في هذه الدنيا رحمة واسعة شاملة. هذه الأرض الجافة والتي لا تنبت شيئا إذا نزل عليها المطر الذي سماه الله عز وجل رحمة، سماه الله رحمة لأنه سبب لوصول رحمة الله عز وجل إلى العباد لكي تشمل العباد رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟
هذه المياه التي تجري في الأنهار، هذا النهر يصل إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى بغير كسب منا ولا سعى، وإنما وجدناه هكذا يجري، يكفينا أن نوصله إلى بيوتنا وهو قد قطع آلاف الأميال بقدرة الله سبحانه وتعالى. والأمطار هي التي يملأه الله عز وجل منها، ما نزلت بقدرة أحد غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الأنهار إنما جرت بما أنزل الله من السماء من ماء فتحيا به الأرض بعد موتها. وتأمل فيما أمر النبي صلى الله عليه فيما شرع بين النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لنا أن نتفكر فيه، حين يخبر أن الله عز وجل جعل الرحمة 100 رحمة، إن لله 99، إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، وادخر 99 عنده ليوم القيامة. فسبحان الله، كيف أمل المؤمنين، كيف أمل المؤمنين ورجائهم في رحمة الله الواسعة، أضعاف ما في هذه الدنيا كلها من الرحمة منذ ابتدأت إلى أن تنتهي، فيها أنواع الرحمات، ليس فقط بين البشر، ليس فقط بين الآباء والأبناء وبين الأمهات وأطفالهن وبين كل هذه، ليس فقط بين البشر بل في جميع الكائنات. فإن الله سبحانه وتعالى جعل كل ذلك من رحمة واحدة، وادخر 99 إلى يوم القيامة. فهذه الرحمة المدخرة رجاء المؤمنين أن يناله الله سبحانه وتعالى بها. رحمة الله عز وجل واسعة، ولذا لا يجوز لأحد أن يحجر هذا الواسع وأن يضيق فيقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا بد وأن يعذب هؤلاء، ليس كذلك، أنت لا تدري، لعل الله عز وجل أن يتوب على من عصى. وإنما نقطع بما بينه الله عز وجل من أنه لا بد في نيل رحمة الله في الآخرة أن يكون الإنسان مؤمنا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. لا تتحقق التقوى إلا بالتوحيد والإيمان. قال فسأكتبها للذين يتقون، التقوى أعظم سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. ذكرها الله عز وجل أولا، ذكر التقوى أولا، لأن حقيقة الإيمان أن يكون الإنسان متقيا، لأن العبودية تؤدي إلى التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله، علم وعمل وترك، قول وعمل يشمل أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معاصي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون على بينة من الأمر، على نور من الله، على دليل، تتبع الدليل وتعمل بمقتضى الكتاب والسنة، وتطهر قلبك حتى تأتي الله بالقلب السليم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل شرع العبادات لتحصيل التقوى، لتتطهر القلوب حتى تحصل التزكية، ولا يحصل ذلك كما ذكرنا إلا بتقوى الشرك، إلا بأن تتقي الشرك، إلا بأن تتقي أعظم ما يغضب الله ويستجلب عذابه، وهو أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن تكفر بآيات الله، نعوذ بالله. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وإيتاء الزكاة في هذا الموضع هو زكاة القلوب على أصح الأقوال، وزكاة القلوب تطهيرها من كل ما لا يرضاه الله عز وجل،
الزكاة تشمل معنى النماء وتشمل معنى الطهارة، فالقلوب تتطهر وتتخلى عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الكبر والعجب والحسد والغرور وسائر ما بغض الله عز وجل فيه عباده وأخبرهم أنه لا يحب أصحابه، فهو لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب كل مختال فخور. فالإنسان إذا تخلى عن الرذائل وتحلى بالفضائل فهي مبنية على التخلية والتحلية. الزكاة إذا فعلها الإنسان نما قلبه، اتسع، انشرح صدره، يقال زكى الزرع إذا نما. فالله سبحانه وتعالى كما جعل الأبدان تصغر وتكبر، جعلها تبدأ صغيرة ثم تنمو، فالقلوب كذلك لها أحوال، هناك قلب كبير وهناك قلب صغير، هناك قلب مليء بالتفاهات والسخافات، وهناك قلوب اتسعت لتشهد ملك الله سبحانه وتعالى وعظمته وقوته التي آثارها في الكون بادية، ويطلع بذلك على أسباب حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه وخوفه ورجائه، فينمو قلبه، يزكو وينشرح ويتسع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره، هذه الأودية متفاوتة في الأرض، كذلك القلوب متفاوتة فيما تقبله من الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. هناك قلوب تتسع لما أنزل الله عز وجل فيها من أنواع الخير، وهناك قلوب صغيرة، وهناك أرض جدباء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، صحراء قاحلة لا ينتفع منها بشيء. فهكذا القلوب كذلك، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالقلوب التي جعلها الله سبحانه جعل الله عز وجل مثلها في هذه الآيات الكريمة كالأودية، والوحي المنزل جعل الله عز وجل مثله في الآية الكريمة المطر الذي ينزله سبحانه وتعالى من السماء لحياة الأرض، يتفاوت الناس في تقبله، كلما تقبلت القرآن كلما كنت كبيرا، كلما انتفعت بالقرآن كلما انشرح صدرك واتسع ونما قلبك، نما في الإرادات وفي التصورات والأفهام والعلوم، علمت وعملت وأردت فتغيرت، هكذا ينبغي أن تكون. وإن وجد بعض الزبد فهذا الزبد الذي يكون فوق الماء يذهب جفاء، المؤمن إذا أصابه شيء سرعان ما يزول، لأن الخير فيه أكثر وهو يغلب ما يأتي عليه، ويبقى ما ينفع الناس وهو الماء. الإيمان بالوحي هو الذي ينفع العباد، الله سبحانه وتعالى يبقيه في قلوب المؤمنين. وإن كان المؤمنون متفاوتين، فمنهم من أصله النقاء والطهارة ويأتي الزبد من خارج كالماء المنزل من السماء، ينزل طاهرا مطهرا لا زبد فيه ولا خبث، فيختلط ببعض الأرض، كالمؤمن كالإيمان الذي في قلب المؤمن الكامل يختلط أحيانا ببعض الشهوات الأرضية. وهناك من المؤمنين من في قلبه بعض الخلل ابتداء، فهذا يحتاج إلى محنة، يحتاج إلى أن يدخل ما فيما يطهره. وكذلك هذه المعادن التي في أصلها خبث لكن يمكن أن تتطهر، بخلاف المطر حياة الناس به أعظم بكثير من حياتهم بالذهب والفضة والحديد وغير ذلك، بدون الماء يهلك الناس.
وأما بدون الذهب والفضة والحديد تصعب حياتهم. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، هذا المثل الناري للقلوب يدل على أنها في منزلة أدنى من منزلة أصحاب الأودية الواسعة أو التي هي أقل منها. فالمثل المائي أفضل، والمثل الناري فيه خير كثير ومنافع ينتفع الناس بها، ولكن لا بد من إزالة الخبث وإزالة الزبد، ولذا يوقد عليه في النار. فهذه قلوب حصل فيها بسبب ما جبلت عليه من أمور غير محبوبة لله عز وجل وغير نافعة لصاحبها ولا لغيره، لا بد من محنة لتتطهر. فالغرض الذي ينجو به العبد هو أن يتطهر، هو أن يتقي ويزكو، ينمو ويتطهر ويذهب خبثه. التقوى الغاية المنشودة، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها دائما في مواضع خطبه وبيانه ووعظه للناس، وكان يتلو آيات التقوى في أول خطبة الحاجة كما نذكرها اتباعا له صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله عز وجل جعل التقوى والتزكية سببين عظيمين لنيل رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وزكاة الأموال من زكاة القلوب فرع عليها، لا بد حتى يتطهر الإنسان في قلبه أن يتخلص من حب المال الآسر لقلبه. المال خلق لك ليكون نعلا في قدمك لا ليكون تاجا على رأسك. وما أكثر من يضع النعال فوق رأسه يتعظم بها، وهي نعال بالية قد لبسها قبلك ملايين. فسبحان الله، أترضى أن تجعلها تاجا فوق رأسك وتجعل نفسك عبدا لهذا المال؟ لذا كانت الزكاة بالمال فرعا على الزكاة، على زكاة القلوب، تخلصا من عبودية الدرهم والدينار التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش، إذا دخلت في قدمه شوكة فلا أخرجت بالمنقاش ولا بغير. يدعو عليه بثبوت الشر وانتفاء الخير وعدم العافية مما يصيبه من أنواع البلاء، نسأل الله العافية. ثم بعد ما ذكر الله عز وجل أسباب نيل رحمته من التقوى والتزكية التي أصلها لا إله إلا الله، زكاة القلوب، التطهر من الشرك، أكد على نوعين منها لا بد لكل مكلف حتى يحصل التقوى والتزكية أن يأتي بها، فهو عطف خاص على عام. قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالإيمان بما أنزل الله من الآيات واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو في الحقيقة من التقوى ومن الزكاة، ولكن بينه سبحانه وتعالى لئلا يتوهم متوهم أنه يمكن أن يكون متقيا دون أن يؤمن بآيات الله أو دون أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية من أعظم القضايا أهمية. لا إيمان لمن لم يؤمن بآيات الله، لا تقوى ولا زكاة ولا توحيد لمن كفر بالقرآن العظيم، ولمن كفر بأي آية من آيات الله أنزلها في كتاب أوحاه إلى نبي من الأنبياء. لذا يؤمن المؤمنون بكل كتاب أنزله الله،
ويجعلون من كفر بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم كافرا بالله سبحانه وتعالى وكافرا بالقرآن، وإن كانوا يؤمنون بذلك إيمانا مجملا، لأنهم لا يعرفون على وجه الجزم والتحديد الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى قبل ذلك دون تحريف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التوراة والإنجيل مستحفظة لدى الأحبار والرهبان، لدى الربانيين والأحبار، لكنهم لم يحفظوها ووقع منهم التبديل والتحريف، فلذا أمرنا أن نؤمن إيمانا مجملا. وفي الحقيقة ليس هذا الإجمال بلا تبيين، بل القضايا الكبرى والمسائل العظمى والتشريعات التي يحتاج إليها البشر التي ذكرت في التوراة والإنجيل والزبور قد جمعها الله عز وجل في القرآن العظيم، فلا يحتاج إلى كتاب سبق، بخلاف ما سبق من الكتب هي قد جعلت لمرحلة معينة مع وجوب الإيمان بها في كل حين، ولكن نؤمن بما أنزله الله، ولا يلزم من ذلك أن ما بأيدي أهل الكتاب هو الذي أنزله الله. هذه فيها من الزيادة والنقصان ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال عز وجل: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا بكل أنواع التحريف، ومنها تحريف المعاني، وهذا قد يقع من أناس ينتسبون إلى الإسلام يحرفون القرآن عن مواضعه، لا يحرفون ألفاظه ولا كتابته، لأن الله حفظه بنفسه سبحانه وتعالى، ولكن يكذبون على الله عز وجل حين ينسبون إلى القرآن ما ليس فيه، ويدعون أن هذا معاني ما أنزله الله. فهذا يقع فيه أناس ينتسبون إلى الدين، والعياذ بالله. أما وجدت أسمعت من يدعي أن حماية أماكن عبادة غير الله عز وجل هو جهاد في سبيل الله، ويزعم أن ذلك مقتضى القرآن، ويزعم أن ذلك هو ما أمر الله عز وجل به؟ نعوذ بالله من الضلال. أتكون المساجد التي طهرت لعبادة الله وحده كتلك الأماكن التي أعدت لعبادة غير الله عز وجل، يشرك فيها بالله ويعبد فيها غيره، وترفع فيها شعارات الكفر، ثم يقال بعد ذلك أن الدفاع عنها جهاد في سبيل الله، ومن يجاهد في سبيل الله يقال عنه أنه إرهابي ومتطرف وسفاك للدماء، نسأل الله العافية. وهناك من يحب الكافرين ويعلن ذلك كالمسلمين، يقول أنه يحبهم مثل حبه للمسلمين بلا فرق، لا فرق عنده بين مسلم وكافر، وكأنه ما سمع قط أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكأنه ما سمع قط أن المرء مع من أحب يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما سمع قط عن الحب في الله والبغض في الله، وما سمع قط عن قوله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما سمعوا عن ذلك حتى يقولوا أننا نحب الكفار ويجب علينا أن نحفظهم وأن نحبهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. تحريف في معاني ما أنزله الله سبحانه وتعالى. أما أهل الكتاب فوقعوا في أضعاف
ذلك، لأنهم حرفوا اللسان وحرفوا الكتابة وحرفوا المعاني، فلا يلزمنا إلا أن نؤمن بما أنزله الله، حقائقه موجودة في القرآن، بيناته موجودة في بيان القرآن، لأن التوحيد والوصايا الإيمانية كلها جمعت في هذا الكتاب العظيم الذي لا يحتاج إلى ما سبقه ولا يفتقر إلى شيء بعده إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا كان وجوبا أن يتبع الرسول النبي الأمي، لا يحصل إيمان بالكتاب وبالآيات إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالآيات واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكتب الرحمة إلا لمن أتى بذلك. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لأن بيان الكتاب بيان الآيات هو من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد حتى يكون الإنسان مؤمنا أن يؤمن بالقرآن وأن يتبع السنة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لا يمكن أن ينال الإنسان رحمة الله إلا بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة سبب التقوى والتزكية، اتباع الإيمان بالقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. من كفر بالقرآن العظيم كافر بالله عز وجل، ومن ادعى فيه أنه ليس كلام الله، أو ادعى أنه ككلام البشر، أو ادعى أنه نقص فيه أو زيد فيه أو نقص منه أو غير عن وجهه، فهو والعياذ بالله من أكفر الكفرة. وكذلك من أبى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا نافلة ولا عملا ولا قولا إلا بالإيمان بالقرآن واتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا بين الله فيما كلم به موسى وأنزله كذلك على عيسى الذي هو أولى الناس وأقرب الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي، وهو المبشر به صلى الله عليه وسلم باسمه، كما قال سبحانه وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وإن كان اسم محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر في التوراة كذلك باسمه صلى الله عليه وسلم، ولكن بدلوا وحرفوا كما بدل النصارى وحرفوا، وإن كان علماؤهم يعلمون أنه موجود مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بيّن سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعرفون ذكر محمد صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك في مواضع، يعرفون ذكره في كتبهم. قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي معرفة أوضح من ذلك وأبين؟ لكنهم يأبون الانقياد لحسدهم وحقدهم بعد أن تبين لهم الحق. يحسدون أمة الإسلام، هذه الأمة الأمية التي كانت من شر الأمم ثم رفعها الله عز وجل فصارت خير أمة أخرجت للناس، كما جعل الله لهم خير شريعة وأكمل أحكام في كل ما يحتاج إليه، أكمل تشريعات وأكمل أحكام في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة للفرد والأمة. جمع الله لها كل الخيرات وجعل نبيها خير الأنبياء وخير الخلق على الإطلاق، وجعل كتابها خير الكتب. فحسد اليهود والنصارى المسلمون على ما آتاهم الله من فضله، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء ويؤتي رحمته من يشاء سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. لكنهم حسبوا أنهم لابد أن يكونوا هم المختارين وأنهم هم المصطفين على الدوام، ظنوا ذلك بالوراثة لا بالعمل، فكانت أعمالهم قاعدة بهم ولم تسبق بهم أنسابهم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن الله عز وجل أنهم يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأما صفته وأغراض بعثته لماذا؟ ما إلى ما يدعو عليه الصلاة والسلام؟ إلى ماذا يدعو الناس ويبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ المعروف والمنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. البعثة النبوية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأمر بالمعروف الذي رأسه توحيد الله، والنهي عن المنكر والذي أعظمه وأشده الشرك بالله. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أتريدون يا أمة الإسلام ميراث محمد عليه الصلاة والسلام؟ كونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة، ليس كما يظن الناس أنه سبب للضياع والهلاك وسبب لأنواع الاضطهاد والبلايا. نعم، قد يكون هناك بلاء ترفع به، وقد يكون هناك اضطهاد تعز به، لكن لا نجاة إلا بالنهي عن المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالقليل الناجي هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض. وقال عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء، لا نجاة إلا بالنهي عن السوء. إلا تفعلوا ذلك يعمكم العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. هذه الشريعة ليس فيها تحريم طيبات، كل الطيبات حلال،
كان من سبقنا قد يحرم عليهم من الطيبات بسبب سيئاتهم وظلمهم. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلأجل هذه الصفات والأعمال حرمت عليهم طيبات كانت حلالا، لكن حرمت عليهم عقوبة، لأن ذلك كان لفترة مؤقتة. شريعة الإسلام شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة، لذا لم يكن فيها تحريم خبيث ولا تحليل طيب. ممن سبقنا من الأمم كان ربما أحل لهم بعض الخبائث لأنهم لا يستطيعون تركها ولم يؤهلوا بعد لذلك، كما كان الأمر في أول الإسلام الخمر خبيثة بلا شك، ولكن لم تحرم لأن النفوس لم تكن قد تهيأت واكتملت إيمانيا حتى تلتزم تحريم الخمر. فلما اكتملت وتحقق فيها الإيمان حرم الله عليهم هذه الخبائث. فالشريعة الكاملة التي استقر عليها التشريع الإسلامي ليس فيها تحريم طيب ولا تحليل خبيث، ليس فيها تحريم طيب أبدا، كل الطيبات حلال. ووضعت الآثار والأغلال والأثقال التي كانت على من قبلنا، وضعت عنا، لم يكلفنا الله عز وجل أن نمتنع من طيب، ولم يجز لنا أن نأكل أو أن نستعمل خبيثا ضارا. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية من أوضح الأدلة على تحريم كل ما يضر، واستدل بها الأهل العلم على تحريم الدخان بأنواعه كالسجائر والشيشة وأنواع الأدخنة كلها لما فيها من الضرر المقطوع به في زماننا. قد كان عند أول ظهور هذه الأدخنة خلاف بين أهل العلم بناء على مدى الضرر، وأما الآن وقد علم الناس أن فيها من السموم ما يقتل، وكلهم يعلم ذلك، وانتشر في العالم كله أن التدخين يقتل على المدى السريع أو البطيء، وأن بالسيجارة الواحدة 85 مادة سامة، فلا يجوز الخلاف في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. أتريد يا شارب السجائر أن تكون ممن تحسى سما فخلد في النار والعياذ بالله من ذلك؟ احذر على نفسك، فإن هذه من الخبائث. ولو سألت أي مدخن السجائر طيبة أم خبيثة لما وجب إلا جوابا واحدا: أنها خبيثة. وأما من يجادل بالباطل فيقول إنها لطيبة وهي خبيثة الرائحة، خبيثة الأثر، خبيثة الضرر في المال وفي الأولاد، فإذا قال لك أنها طيبة فدعك منه، أنفض يدك منه. مجادل بالباطل لا يشك عاقل أن التدخين خبيث، وكل أنواع السموم كذلك. فالمخدرات بالإضافة إلى كونها مسكرة وأنها خمر محرمة فهي خبيثة لضررها والعياذ بالله. وكل ما كان خبيثا من كل وجه كان محرما بلا شك، وما كان خبثه أكثر من طيبه كان محرما كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الخمر والميسر أن إثمهما أكبر من نفعهما، فكان عاقبة الأمر ونهاية التشريع أن حرما. وأما ما كان فيه خبث من ناحية ولكن خيره أكثر كالثوم والبصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما خبيثتين أي في الطعم والرائحة، وأما في الفوائد فهي كثيرة ولذا لم تحرم ولكن كرهت. وأما الطيب من جميع الوجوه فهو الحلال الذي يطلبه المؤمن. الثوم والبصل والكراث ليست بمحرمة مع كونها خبيثة الرائحة، لكن لأجل أن الطيب الذي فيها والمصالح والمنافع أكثر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم
من أراد أن يأكلها أن يميتها طبخا، ولم يحرم أن تؤكل كذلك، لكن الأفضل أن لا يأكلها الإنسان خصوصا إذا أتى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.